الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد خضر طيفور، اعمل في الخرطوم فاسكولار ان ستروك سنتر، مركز الشرايين ومعالجه الجلطات الدماغيه. وحقيقه رسالتي لكل الجمهور انه الجلطات الدماغيه في الساعات الاولى اصبحت علاجها متاح. المريض في الساعات الأولى يمكن إعطاه مادة لتذويب الجلطات الدماغية، ومعروف تماما لكل الناس أن المريض لما يحصل فيه شلل أو ضعف في جانب من الجوانب معناها هنالك جلطة موجودة في الدماغ، وعليه يجب إخضاعه والتحويل لمركز متخصص في الجلطات الدماغية لسحب الجلطات أو تذويبها، وبذلك يتم شفاء كثير من المرضى بواسطة الأشعة التداخلية والقسطرة الدماغية. Thank you. شكرا.